سمحت الشيخ. يقول السائل: كيف السبيل إلى الاستقامة كما قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه المعاصي والبدع والمنكرات؟ أفادكم الله. الاستقامة هي لزوم الطاعة، هذه الاستقامة. الله قال: فاستقم كما أمرت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاستقامة لزوم الطاعة، والاستقامة عليه والثبات حتى الموت في أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله إخلاصا وصدقا، هذه الاستقامة. تعبد الله وحده، تغسل وجهه الكريم، وتستقيم على أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله، هذه الاستقامة حتى تموت، حتى تلقى ربك. جاهد نفسك واسأل ربك التوفيق والإعانة وأبشر أبشر أبشر بالخير. إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا استعنت بالله صادقا ودعوته صادقا فأبشر بالخير. بركة، وفق الله جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.